على ال... طيب بمناسبة الكيرف زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي الكيرف نزل شوية، هو ده وارد في أي نادي في العالم؟ يعني أي نادي في العالم، سمي أي نادي دلوقتي، ليه فترات بيبقى فيها إخفاقات وده طبيعي. لما نتكلم عن النادي الأهلي برضو ونتكلم عن الكيرف اللي نزل برضو، هرجع واستشهد مع حضرتك وتفكرنا بزمان أو الأجيال القديمة لما حصل برضو شوية يعني هبوط في المستوى، ده كان راجع لإيه؟ وفي نفس الوقت إزاي تم إصلاح الهبوط ده أو يعني التقصير ده أو المشاكل اللي بتبقى موجودة، خصوصا إن برضو لحضرتك تتفق معايا الظروف اللي الجيل الحالي بيعاني منها ما أعتقدش إن حضراتكم برضو واجهتوها بنفس المقدار. يعني في ضغوطات ربما تكون غير مسبوقة على هذا الجيل، ما حصلتش على أي أو ما عدتش على أي جيل في النادي الأهلي، برضو لازم نديهم حقهم. صح صح كلامك صح مظبوط، لان احنا وقتها كانت المباراه بتتلعب من الجمعه للجمعه، يعني عندنا 7 ايام او 8 ايام تحضير للمباراه. النهارده نهاوند كل 3 ايام بالظبط، فاحنا عندنا 10 مباريات جايين هنلعبهم في حوالي يمكن شهر مثلا اسبوع او 8 ايام، وده لود كبير جدا على اللعيبه. ثانيا اللعيبه دي بقى لها 3 سنين ما بتريحش، خارجة من منتخب لنادي، البطولة العربية، لكأس العالم للأندية، لمنتخبات، فيعني احنا ما مرناش بالظروف دي بصراحة، لكن هم عيني انا عذرهم بصراحة يعني، وشايف ان في لود جامد جدا عليهم من خلال هذه الفترة كمان، يعني هم مجهدين، وموضوع الإصابات اللي بتضرب النجوم، عندنا 11 لعيب مصاب في كل خط 3، ده انت عندك فريق يعني خط الظهر والهجوم والدفاع ونص الملعب، انت عندك اصابات في الفريق كله تقريبا، واصابات للعيبه مؤثره يا نهوان، يعني لعيبه فعلا هتاثر معانا في الفترات اللي جايه، لعيبه كلها خبرات ولعيبه كلها مميزه اتصابت بسبب الاجهاد الواقع عليها بهذا الشكل. لكن عايز اقول لك ان خلال الفترة اللي فاتت دي كنا محتاجين في المباراة اللي فاتت ديت ان احنا نكسب 3 نقاط نفتح بس طبعًا. يعني نخش الاول نفتح الباب، وبعد كده ان شاء الله باذن الله الجهات هتبقى افضل. فكان بعض الضغوطات اللي وقعت على اللعيبة من خلال السوشيال ميديا، من خلال الجماهير، من خلال المباريات، من خلال الاخفاقات، فكان المباراة اللي فاتت دي تعاملنا معاها معاملة باحترافية. اللعيبه برضك حست بالوضع اللي احنا موجودين عليه، اللعيبه حست طبعا ان جماهير النادي الاهلي زعلانه منها، وهنا في وقفه، لان الجماهير زي ما هي بتساند اللعيبه وبتفرح بيها وبتطيبها وتدعمها، برضك اللعيبه لازم حاسه بالجماهير اللي هي بتعتبر بعد ربنا سبحانه وتعالى في نجوميتها. فبدات اللعيبه تحس، يعني احنا حتى شفنا يمكن الجول اللي جابه رامي لو تفتكر، رامي ربيعه العصبيه وبلغه الكوره كده، يعني الزعل والضيقه اللي عليها رامي، وازاي بيشد لعيبته لازم نرجع نجيب الثاني ونجيب الثالث. من هنا رامي بيبعت اشاره لجماهير النادي الاهلي، ما تقلقوش انتوا معاكم رجاله، ان شاء الله باذن الله ان احنا الفتره الجايه دي نقدر يعني نقف على حيلنا ونقدر نفرحكم تاني. ودي سمة بقى نادي القرن وسمة لعيبة النادي الأهلي، يعني ده كلام محترم جدا، ودي العلاقة الدائمة ما بين الجماهير وما بين اللعيبة أو الفريق، والدعم المستمر رغم حتى وقلنا الكلام ده امبارح رغم غضب بعض الجماهير، لكن جماهير النادي الأهلي عمرها ما حتى وهي بتغضب ما بتكسر في الفريق عمرها. فتاني الحملات الإلكترونية اللي دايرة بشكل كبير جدا، اللي ما نعرفش بصراحة مين وراها تحديدا، بس اللي هي يعني منتشرة بشكل كبير جدا، ليس لها أي علاقة بجماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي لما حضرتك هتشوف تعليقاتهم الناس الأهلاوية هتلاقي أنه هو ممكن يزعل، بس عمره ما يكسر ولا يهين ولا يقلل من حد ولا من النادي ولا من أي حد من الفريق. ده شيء ودي سمة عندنا على مدار التاريخ ومش هتتغير بالمناسبة.